بخش لو لقيت الغش لابس ألف وش والضراري طالع يقش نازل يقش واللي غرقان في الحرام الناس مقابله باحترام يفتح الباب بالجنيه والناس تقول شرف تخش اعمل عبيد اعمل عبيد اعمل عبيد كان تخين ويسواح وفي الدقيقة تسواح تسيني أعمل لعبي وتجري ورا رزقك وقوتك بالولادة لحد موتك واللي هيشرى معاك يخونك خبطته وتنزل وترف اعمل عبيد اعمل عبيد اعمل عبيد كان تخين ويسوحوا في الدقيقة تسوح تسيني أعمل عبيد. خد يا محفوظ دوق. تسلم ايدك يا روزي. سلمك. هاي يا حسين، ايه رأيك؟ عظيمة. صاروخ بنت الايه؟ يعني تتجوزها؟ اتجوز امها. هي مش متجوزه 12 مره ولا يهمني. ان شاء الله حتى ابقى اتجوز ال 18. هي مين دي اللي متجوزه 12 مره؟ مديحه. مديحه مين؟ ست مديحه بتاعت المسلسل. يا واد انا بكلمك عن يمنى، ركز معايا بقى. يمنى مين؟ جارتنا؟ طيبه وبنت حلال. ماشي بعدين لما رمضان يخلص. ايه حكايه لما رمضان يخلص دي؟ ايه دخل رمضان في الموضوع ده حسين؟ سيبينا لوحدينا شويه يا فوزيه. لا ما تسيبناش يا فوزيه، خليك قاعد. اتكل على الله. والنبي يا محمود. اتكل على الله انت. ولا انا عايز افهم بقى ايه حكايتك انت والست انتصار كنافه بتاعتك دي؟ ولا اي حكايه يا خالي، عادي يعني قضيتها بس من عليك شويه، فبنقعد كل شويه نتكلم في تفاصيلها والبقى. بلاش تعملهم عليا ولف ودوران، نجيب من الاخر. أنا خالك برضه. يا رب يا ساتر. أهلاً. أهلاً أهلاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً أهلاً يا شيخ أشرف، أهلاً وسهلاً. منور. منورنا والله. منور. هو الترحيب ده كله بينا؟ طبعاً، أمال هيكون بمين؟ منورنا يا راجل، منورنا. وسلام طيب. وأنت طيب. الأستاذ محفوظ موجود؟ أستاذ محفوظ موجود أهو. طب أنا كنت عايزه في كلمتين يعني لو تأذى. يا سلام. كلمتين ستة سبعة، ده هو قاعد مستنيك أصلا. مستنيني أنا؟ ده صلي العشاء، أنا قاعد استناك. اتفضل اتفضل.
اتفضل. تقول عليكم عيلة ضربة. ايه الحلويات دي يا نصر؟ مش عادتك؟ تعب نفسك ليه؟ يا سيدي تعبك راحة. لما كنتش هتعب لك امال هتعب لمين بس يا غالي؟ طيب يا سيدي يدوم العز. عز فعلا فعلا عز. الاخويا انت غيرت الديكور بتاع الفيلا، ما كانش بالعظمه والقبه دي لما جيت لك اخر مره. ايوه يا نصر غيرت الديكور، كل سنه بغير الديكور، زهق، عندي فلوس كتير. جاتنا نيله في حظنا الهباب اللي اعطاك يعطينا. طيب خلينا بقى في المهم. محفوظ زلطه. مظبوط. بيني وبينك انا عايزه عندي في القناه ضيف في برنامج، وهو شكله معزز نفسه. الا هو انا ما انفعش في الحكايه دي ولا ايه يا ابو الشوق؟ انت بتتكلم جد؟ اه طبعا بتكلم بجد. هذا معاك ليه يا نصر؟ انت محسوب على الطيار بعينه وحبه حاجات تانية. طب ويعني انتوا برضو معروف انكم محطه ليبراليه متفتحين على كل الطيارات. اه بس دايما في حسابات. حسابات؟ ده محفوظ مبطوط قد 100 مره، ده كان امير مجاهدين. ايوه بس عنده اللي مش عندك، عنده القبول، عنده الكاريزما، ودي حاجه بقى بتاعت ربنا. الناس فجاه يا نصر حبته، اتهبلت عليه. طب رصيني بس وجيب لي من الاخر، انا هستفيد ايه من الحكايه دي؟ ما هو انت لما هتبقى المحامي بتاعه هيبقى ليك نسبه في التعاقد اللي هنعمله معاه. طيب وانت؟ انا بقى نسبه المشاهده والاعلانات هتزيد عندي في القناه. معقول؟ سيب الموضوع ده عليا، اتكل على الله. بس بالدولار. موافق. منور. اهلا وسهلا. منور يا ست اللواء. الله ينور عليك يا فندم. يا ترى ممكن اعرف سر الزياره السعيده دي؟ انا جاي لحضرتك بخصوص الراجل اللي محير مصر كلها. محفوظ زلط. تمام يا فندم، هو بعينه. ويا ريت افهم من حضرتك، هبقى ممنون ليكي جدا. عايز تفهم ايه بالظبط؟ محفوظ زلط يهم حضرتك في ايه؟ وايه اللي هيضيفه للحزب عشان حضرتك تعملي له حفله كبيره وتطلبي منه انه ينضم اليكوا بشكل شخصي؟ واحد زيي وسطي، كلامه متوازن، الناس مصدقاه، اكيد هيكون مكسب للقناه وللحزب ولاي حد مهتم بالتاثير على الجماهير. اظن كلامي واضح. ايوه يا فندم، بس محفوظ كان امير جماعه لطيار متطرف وسيرته مشبوهه خلال 20 سنه. يعني الناس لما تحب حد بتنساله بتغفر له، وده مستقبل محفوظ، الشهرة والنجومية. ولو سبتهولي هوريكوا النتيجة. سيبولك ازاي يا فندم؟ أنا ممكن أستغله لصالحنا إحنا الاتنين، بحيث إني أقدر أوصل للناس من خلاله كل اللي هم حابين يسمعوه ويصدقوا. لو جربنا أنا متأكدة إننا هننجح. تفتكري محفوظ هيوافق يعني؟ جزء كبير من إجابة السؤال ده عندكم أنتوا يا مرتضى باشا، مش عندي. ما رأيك يا مولانا فيما أقوله؟ والله ده شيء يشرفني طبعا، لكن اسمح لي أسألك، يعني ليه؟ اشمعنى أنا اللي جاي لي بالدعوة الكريمة دي؟ مع إني دايما شايفك في الحارة كده واخد جنب ما بتتكلمش مع أي حد. الحقيقة الدعوة دي مش مني يا مولانا،
أمال من مين؟ يعني مجموعة من الإخوة والأصدقاء حابين يتعرفوا عليك ويشوفوك ويستفيدوا من علمك الغزير. لا علم ولا غزير ولا أي حاجة، أنا اللي كان في ضميري قلته من غير تزويق ومن غير تحضير. شوف يا مولانا، إحنا بنصلي التهجد وقيام الليل بإذن الله تعالى يوميا في مسجد صغير في إمبابة، يعني يا ريت لو تشرفنا وتقول كلمتين. أنا عارف إن المشوار من هنا لهناك بعيد، لكن الموضوع يستاهل. والله أنا يعز عليا إنك ترجع خايب الرجا، لكن أنا مروح لحد هناك ما أقدرش. أنت عارف إني مقصود، يعني في ألف عين مفتحين عليا في الرايحة وفي الجاية، وتلاقيك أنت كمان مرصود، شكلك مرصود ما تقوليش. فلو يحبوا يتفضلوا هنا على القهوة تحت، أنا تحت أمركم وإحنا في الخدمة يعني، ونبقى احنا الاثنين بقى مرصودين سوا سوا يعني. طب انا هروح لهم يعني ساعه زمن، لو وافقوا هاجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز مساعدة يا بيبينا؟ ربنا يساعدك، شكرين قوي 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 قوي، الله يخليك. انت عليك بس ايه؟ عارف تدعي لي بس. ادعي لك يا بيبينا. مش نافع. ايه يا عزالة، مفتاح انجليزي ولا مفيش انجليزي هجيب صيني. فين بقى؟ هو هنا ولا هنا؟ وانا كنت هحطه فين؟ هنا؟ لا هنا. ها بص كده، من هنا فوق ال يا عم احنا بنقول لك رسينا بس على ميعاد، دي سادس مرة تخلف ميعاد التقسيم. يا جدعان وانا كنت سرقت منكم حاجة قبل كده؟ اهدى بس يا رومي، احنا في رمضان. بعدين هو يقصد ان الغلة المرة دي تقيلة، وانت عارف الذهب بيزغلل. انا قوم اخزع عينك دلوقتي الوف انت كمان؟ قوم اعمل معاك انت الجزء واخلص ولا ايه؟ يا عم يا عم انت حد سرقك؟ يا عم بنقول لك رسينا على ميعاد، رسينا على ميعاد. هما مش بيقولوا العيد فرحه؟ بيقولوا كده. طب فين العيديه؟ يا عم انت هو بقى فكوا كده شويه، بعد العيد هنقعد نقسم وكل واحد ياخد نصيبه، وكل سنه وانتوا طيبين. اتفضل، بيقول لك بعد العيد. امال عايزنا نوزع اللي سرقناه في رمضان؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. عايز ربنا يسخطنا قرود وانتوا مش ناقصين يا جدعان؟ طب احنا سرقنا بالنقاب، ما جرناش حاجه، واحنا اهو زي الفل، وما طلعتناش ديول يعني. لا علي صوت، على صدقوا افضح ابونا في الحته هنا كمان. هم اطلعوا للناس اللي في الحاره، ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتقسموا. يا روميو يا روميو، ورحمه امك يا اخي، ورحمه امك، البضاعه في امان حقيقي. استغفر ربنا. استغفر ربنا ولا استغفر الله العظيم؟ استغفر الله العظيم. هتسال سؤال زي دوت؟ البضاعة في مكان أمان الأمان الأمان يا معلم. اتفضل ثبتنا اهو. دي الطيارات اللي اتعامل معاها محفوظ زلطة من ساعة ما رجع، وده الطيار اللي قاعد معاه محفوظ زلطة دلوقتي حالا. أظن كل واحد فيكم عارف هو هيعمل إيه بالظبط. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ محفوظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل إيه؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر. لعلك تكون بخير. اللهم لك الحمد. امسك امسك يا أخ محفوظ شوية مسك.
ما شاء الله، أشكرك. ده بركة من عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، من المدينة المنورة، عليه أفضل الصلاة. وده جركن ماء زمزم، ودي سبحة كمان من الروضة الشريفة. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. ربنا يخليك أخ محفوظ. الله يخليك. احنا سمعنا أخ محفوظ إنك أخ مجاهد كريم ولك تاريخ في نصرة الإسلام، وكنا حابين إنك تنضم لينا. أنضم ليكوا إزاي يعني؟ إحنا كنا حابين نتعلم منك، لأن إحنا عارفين إنك حاربت ضد أعداء الدين الأمريكان الكفرة. يعني أنا بصراحة مش معاك في إن إحنا نعمم كفرة ومش كفرة، ويعني يعني من الأمريكان دول فيهم ناس مسلمين زيي وزيك كده. أيوة، فيهم ناس أهل كتاب، فيهم ناس أهل ذمة. إن إحنا نعمم على أي حد مختلف معاك يبقى كفرة. يعني أنا مختلف مع الأمريكان تماماً، إن هم اللي صنعوا الإرهاب. أيوة، عملوا مننا خيال مآتة عشان يخوفوا به العالم مننا ومن إسلامنا الجميل، ولا إيه؟ برضو أنا غير مؤاخذة يعني مش موافق على اللي حصل في وسط البلد، لأن الجهاد مش معناه قتل الأبرياء. إيه ده أخ محفوظ؟ انت كمان هتقول ان الجهاد ارهاب؟ الجهاد مش حرب وبس. البني ادم من ساعه ما بيتولد لغايه ما بيموت وهو بيجاهد، بيجاهد عشان يعمر الارض، بيجاهد عشان يتعلم يفيد نفسه ويفيد الناس التانيه، يفيد كل اللي حواليه، بيجاهد ضد شهواته، ضد الشر اللي جواه، بيجاهد للحق، بيجاهد للخير، بيجاهد للجمال. هو ده سبب وجودنا. لأن الجهاد مش هو يعني إنك تسفح دم الأبرياء وبس، حرام. طب وماذا نفعل وإن كانوا ما سابوناش غير طريق السيف والدم يا أخي محفوظ؟ يبقى بصراحة بقى انتوا مش شايفين او مش عايزين تشوفوا. يعني القتل من اكبر الكبائر. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب حتى بما في ذلك قتل أعداء الدين يا أخ محفوظ؟ هو يعني أي حد مختلف عن دينك يبقى عدوك؟ لا، مش شرط، مش شرط أبدا يا أخ محفوظ. أمال؟ ممكن يبقى من دينك ومع ذلك يبقى عدوك برضه. واحنا ليه ما بندورش غير على الأعداء وبس؟ لا إله إلا الله. ليه بدل ما ندور على الأعداء ندور على أصحاب، على أحباب؟ ليه لا؟ واضح إن كلامي مش عاجبكم. عموما الاختلاف في الرأي من المفروض يعني أنه لا يفسد للود قضية. يا ريت تفكروا في الكلمتين اللي أنا قلتهم دول. يلا، سلام عليكم. شايفين؟ السلام، 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 السلام. مساء الخير. فيديو صغير متصور بالموبايل قالب البلد كلها، برضو اتشير في كل حتة وكل التويتات وكل الفيسبوكات. فاكرين التقرير اللي احنا زعناه من كام يوم؟ وقلتلكوا الراجل ده هيبقى ليه شأن كبير وهيبقى شأن عظيم. احنا كنا انفردنا بالتقرير العظيم ده. الراجل ده اسمه محفوظ زلطة، راجل غريب، راجل عجيب. كل الناس بعتلنا فاكسات وإيميلات: هاتوا محفوظ زلطة، هاتوا محفوظ زلطة. قريبا جدا محفوظ زلطة عندنا في البرنامج في الساعة اليوم. أرجوكم ابقوا معنا.
مساء الخير. هي ايه الحكايه بالظبط يا دكتور هاني؟ حكايه ايه بالظبط يا باشا؟ محفوظ زلطه. هاني كل يوم والتاني كده تطلعوه في برنامج تنزلوا عنه تقرير ايه وتعملوا بطل. هو يحيى بيه كلمك عنه؟ مش انا اجيب لك من الاخر، انا اللي جايبك من نفسي، ولا حد هيكلمني ولا انا هكلم حد وانا اللي متحمل مسؤوليه كامله. فجيب لي من الاخر، عايز افهم، حابب افهم القصه ايه. تفهم ايه يا باشا؟ واحد وعامل زيطه ودوشه في البلد، وانت سيد العارفين الاعلام بيحب الزيطه والدوشه قوي، ومع ذلك لو في تعليمات انه ما يظهرش ولا حاجه احنا في الخدمه يا فندم. لا مفيش تعليمات ولا حاجه، حريه الاعلام مكفوله بحق القانون والدستور، يعني سايبينكم تعملوا اللي انتوا عايزينه مش كده ولا ايه؟ بس انا عايز افهم، عايز افهم انتوا بتخدموا عليه لصالح مين؟ باشا قسما بالله لا 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 تقسمش، الموضوع مش محتاج حلفان على فكره. اسمع، انت راجل كبير وقد ابويا وشبهه، بس اكيد انا اشيك منه. ما علينا ما علينا، لو في حاجه تخص محفوظ زلطه انا احب اعرفها، واحب اعرفها انا الاول قبل اي حد تاني. مفهوم يا دكتور؟ مفهوم. استاذنك في كوباية مية ساعة لو سمحت. عشان انت شبه والدي بس. كوباية مية يا ابني بسرعة. ايوه يا سيلفيا، عايزاكي تحضري لي بوكيه ورد شيك جدا. فين؟ باب الخلق. دكتور هاني، انا عايز محفوظ عندنا في المحطه باي شكل وباي تمن. بس كده الراجل ده ممكن يضرب في العالي ويبيع ويشتري فينا. بقول لك يا دكتور، عايز محفوظ في البرنامج بأي طريقة، مش احنا اللي نشهره وغيرنا يستفيد بيه على الجاهز. صحصح معايا يا دكتور. هو في الحقيقة كلام سعادتك كلام عين العقل، وبيحصل فعلا مش ما بيحصلش، كلام موزون وبيتاقل بالألماس. بس أنا عندي إحساس غريب، إحساس إن ممكن الأمن يشك فينا ويقول ان احنا عندنا علاقات خارجيه، اذا جت هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. سيب موضوع الامن ده عليا انا. شوف شغلك انت يا دكتور، ولا تحب اتدخل انا بنفسي؟ لا 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 تتدخل سعادتك. ايه، انا ياما حليت مشاكل القناه هنا، هذه اول مشكله تقابلني، دي حاجه كده تعدي. عن اذنك فورا رايح له. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. مبروك يا خال، مبروك مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا خال. صدق الله العظيم. إيه؟ مبروك علي يا حسن. على الفيديو اللي مالي الموبايلات ومتشير على الفيسبوك بالزوفة. عارف يا خال، أنت نجم رغم أنفك. أنت لسه صاحي النوم ولا إيه؟ ما الفيديو ده نزل من زمان من اول رمضان وكل الناس شافته. وقللت الدعايه لغايه لما قلت يا كفه. لا ده فيديو جديد لسه طازه. فيديو جديد؟ اتفرج.
فيديو تاني؟ فيديو تاني يا محفوظ؟ انت ناوي تعمل فينا ايه اكتر من كده؟ ما تلاقينا شوية يا ابني. مين اللي صور الفيديو ده؟ ده انا عرفت ان عمرو اديب اتكلم عنه كمان. كمان؟ فوزية حضري الشنطة وزودي فيها الغيارات يا فوزية. كده كفرة يعني انا مختلف معاه. مش كنا احنا اولى برضه من جارنا اللي اسمه اشرف ده؟ كنا طلعنا معاك ونلنا قصة من الشهرة. ها يا ابني انا لا عايز اطلع في تلفزيونات ولا انزل في تليفونات. لعلمك بقى انا حرفع قضية على اللي صور الفيديو ده وحطلبه بتعويض. يا سلام، وكيف ستعرفه؟ اللي صور الفيديو رماه على النت وخلع خلاص، والناس دلوقتي بتنقلوا ما بينها وما بين بعضيها. ايه ده؟ يعني ايه خلاص؟ البلد دي ما عادش فيها خصوصية؟ خلاص بقى أي حد يصور أي حد كده سداح مداح؟ هو الواد صبحي ما فيش غيره. هو في حد يكره الشهرة برضو يا خل؟ يا ابني انا لما عاوز اشتهر هشتهر. يا سلام، وكل حاجه غصبت عن الواحد. كل حاجه في البلد دي بقت بالدراع، حتى الشهره دي حاجه عجيبه. الا قول لي صحيح يا خالي، هو مين الناس اللي انت خدتهم غسيل ومكوى دول؟ ها ربنا يتولاهم برعايته يا حسن. انتظر يا من بالباب. حسن ايه؟ يا خال يا نجم، يا بتاع التلفاز انت يا نجم. حسن ايه؟ وطي صوتك يا إمع. وطي صوتك. حاضر. يا خال يا نجم، يا بتاع التلفاز. يا نجم اهلا وسهلا يا سيدي. مساء الفل والورد والياسمين، كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه والسلامه يا سيدي. مازل الاستاذ محفوظ سلطه؟ اه ان شاء الله. اصل الورد ده جه علشانه. يا سلام. يا خال. ايوه يا بتاع التلفاز، انت متصيط يا نجم. معجبين بقى. حطه هنا يا سيدي. ماشي يا باشا. الله يكرمك يا راجل يا امير. الله يكرمك. الله يكرمك. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. هو يضايق صحيح، بس حلاوتك يا غالي. انت خارج يا محفوظ؟ ايوه، عندي مشوار فوزية. اللي بعت لك الورد ده؟ يا ريت، ده مشوار لواحد رزل وسائل. هو ايه صاحب؟ مين ده؟ ده ايه الزيارة التاريخية دي؟ أنا مش مصدق. لا صدق. أمال لو تعرف بقى أنا جاي لك ليه؟ أنت تيجي وقت ما أنت عايز وتقول اللي عايز تقوله يا محفوظ. تخيل بقى إن أنا كنت هعدي عليك النهاردة بالليل. أديني يا سيدي وفرت عليك التعب. تعبك راح يا محفوظ. أمرني يا غالي. أنا عايزك تكلم الجماعة بره. جماعة؟ جماعة إيه؟ أنا عارف إنك على اتصال بيهم. عايزك تبلغهم ان محفوظ سلطة هيقول للامن كل اللي يعرفه. واغفر لنا ذنوبنا يا رب ارحمنا. والله احنا غلابة. مين فتح الباب؟ انا يا عم مين. اهلا وسهلا بالاستاذ رامي. يا مرحبا بمن حبى ودبى. ثلاث ايام في الشارع ومعرفش انت فين. عادي يعني يا عم مين. عادي يعني ايه؟ وكان شغل ده ولا شغل؟ يعني من ده على ده. ورايح فين؟ هدخل انام يا عم مين. يا ابني اقعد شويه، نقعد تكلمني اكلمك احكي لك تحكي لي. طب بذمتك يا عم مين، ده منظر واحد قادر يتكلم ولا يصلب طوله اصلا؟ ممكن تقعد وتريح طولك وتسكت وانا اللي احكي لك.
اقعد عشان احكي لك. انا داخل انام يا عم مين. يا ولا احكي لك حاجه حلوه، ده قصه جديده جدا عمرك ما سمعتها. ما هصحى لما اصحى تسمع ماشي تقولها لي بقى لما اصحى. يا رامي ده انا عاوز، طب ما تقعد ما تستنى ما تاكل معايا، ده انا طابخ فرخه. هاكل يا عم مين معاك لما اصحى. هاكل معاك لما اصحى. ماشي روح نام. روح نام. يلا تصبح على خير. تصبح على خير. وانا هبقى اروح شقتي. دي شقتك يا عم مين على فكره، اوعى تروح في حته. تصبح. كنا واقفين فين؟ خف عليا شويه يا عم محفوظ، انا مش فاهم منك حاجه خالص. لا انت فاهم كويس قوي، انا ما بتكلمش الغاز يا غالي. اي نعم انا مش عارف انت مع مين ولا ضد مين ولا مع انهي طيار، لكن كل اللي اعرفه انك تعرف ابو حفص، او على الاقل عندك سكه معاه. انت بتاع كله وليك في كل خراب عفريت. على فكرة انت فاهم الموضوع ده غلط يا عمي. يا ابويا فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم غلط. كنت فاهم غلط يجي من 20 سنة يا نصر، ايام الوالدة الله يرحمها ما كانت دعيالي. فاكر يا نصر؟ دلوقتي انا فاهمك كويس قوي. حفوظ ما بقاش قلبك اسود كده. اسود والله ابيض مش فارقه. انا عايزك تبلغ الجماعة اللي أنا خدت ديلي في أسناني وهربت منهم إني خلاص هتكلم. محفوظ مش معناها أبدا يعني إن أنا محامي على اتصال بطيار معين إني أكون على اتصال ببقية الطيارات. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، المصالح كلها بتنفذ على بعض. مش ده كلامك اللي انت قلته لي لما جيت لي وهددتني بابو خليفة؟ يا محفوظ يا محفوظ انا خايف عليك. قلبك في الخير يا نصر، انا مستعد اقفل بقى خالص، بس ليا عندك طلب واحد. هلا وهو ابو خليفة عايز اوصل له، لو حصل هقفل بقى مش هنطق بحرف واحد. لو ما وصلتلوش كل اللي اعرفه عنهم هناك هيبقى عند الامن بعد يومين اتنين من دلوقت. اظن كده انا عملت اللي عليا ولا ايه؟ الله المستعان ونعم بالله يا غالي. انت كنت بتقول انك هتفوت عليا النهارده بالليل، ليه؟ كنت هتعزمني على حفلة تانية ولا جاي تحذرني من حد تاني؟ بعدين بقى محفوظ بعدين. بعدين ماشي يا غالي، اوعى تتأخر يا نصر. يا عبدالله يا عبدالله بتعمل ايه يا عبدالله؟ وسع امتي. وسع امتي؟ انت خليت في امتي ولا ليه يا عبدالله؟ حد يفرقع بومب عبدالله؟ معلوم معلوم انا ارهابي انا ارهابي. عبدالله بتقول هذه الكلمه عبدالله؟ هذه كلمه قبيحه، هذه كلمه عيب، ما تسوي غير كتير فيها. ارهابي ايه؟ اطلع. معلوم اطلع. معلوم ولا ليه؟ اطلع اطلع قدامي. ارهابي ايه وقرف ايه؟ اطلع. يعني انا انصر يا ناصر، جالك المكتب وهددك كده عيني عينك؟ أنا عارف بصراحة ربنا يا مولانا، دي آخر حاجة أنا كنت أتوقعها منه. يظهر يا نصر إن ظهوره في التلفزيون جراه وجاي يبيع المية يا أخويا في حارة السقايين. والله يا مولانا أنا أعتقد إن اللي جراه هو الخوف. حاكم الواحد لما يخاف على حياته ممكن يعمل أي حاجة. لا يكونش عقد صفقة
مع الأمن. صفقة مع الأمن؟ اه والله كل شيء جايز. وانت شايف ايه يا ناصر؟ والله يا مولانا انا شايف ان احنا نبلغ رسالة ونستنى الرد. هنبلغها اخويا، هنبلغها، ولو اني انا اقدر استنتج الرد يا ناصر من دلوقتي. انا عارف انك عم تتصل بيهم، عايزك تبلغهم ان محفوظ سلطة هيقول للامن كل اللي يعرفه. كل اللي يعرفه؟ ايه رايكم؟ يعني يا فندم بعد شهر ونص استجوابات عندنا وسنين طويلة قوي في جوانتانامو لسه في حاجات ما بلغناش بيها. مش يمكن بيقول لنصر اي كلام عشان يوصله لابو خليفة؟ ما تنساش سيادتك ان ده السبب الرئيسي اللي احنا خرجناه علشانه. حتى لو كان بيتكلم تهويش، استجابة نصر ليه وزيارته للشيخ مرسي في يوميها بيأكد انهم مخبيين حاجة. او يمكن محفوظ بيلعب على كل الاحبال علينا وعليهم لغرض في نفسه، هو لوحده اللي يعرفه. الخوف بقى ان الغرض ده يطلع اقلع من مجرد تسليم ابو خليفه لينا. عموما انا زي ما فهمتكم قبل كده كل الاحتمالات مفتوحه. انا رايي يا فندم نجيب محفوظ هنا ونعيد استجوابه من اول وجديد بناء على التسجيل ده. انا من رايي ان احنا نستنى شويه نشوف نصر هيوصله لابو خليفه فعلا ولا لا. انا شايف كده ان احنا بندي لابو خليفه فرصه انه ينفذ مهمه جديده، وخصوصا بعد المواد المتفجره اللي معاه من كام يوم. والوقت مش لصالحنا يا فندم. هو ده اللي انا بقوله، هو ده اللي انا بقوله. القبض على ابو خليفه اولويه اولى عندنا، ومحفوظ هو الكارت الكسبان اللي معانا سيادتك. لو جبناه وقعدنا نستجوبه هنقلقهم لانهم اكيد اكيد بيراقبوه.